بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث السابع في الأربعين النووية، وحديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة، حيث اشتمل على أن الدين هو النصيحة، والنصيحة كلمة جامعة تشمل الدين كله. والنصيحة في اللغة هو الخلوص، ومنه قولهم: نصحت العسل من الشمع، أي خلصته منه. وهي صدق في المعاملة مع الغير، سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو بأعمال الجوارح. بين النبي صلى الله عليه وسلم الدين، وعرفه في كلمة مجملة شاملة لكل الدين، فقال: الدين النصيحة، أي أن الدين يقوم على النصيحة. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، أنه يعرف الشيء بمعظم أجزائه أو بأعظم أركانه، كما قال: الحج عرفة، وقال: البر حسن الخلق. لأن هذه الأمور إنما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم ما تقوم عليه من الأركان. فكذلك الدين مبناه على النصيحة. قال: الدين النصيحة. والنصيحة هنا كلمة مجملة، والنصيحة هو فعل متعدي يتعدى إلى الغير. ولهذا سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لمن يا رسول الله؟ وهذا من فقهه، فإن الأعمال تنقسم إلى قسمين: مقتصر على العبد فيما بينه وبين ربه، ومتعدي يتعدى إلى الغير. ولهذا سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة تكون لمن، فبين أن النصيحة متعلقة بخمسة من الحقوق: حق الله عز وجل، وبحق كتابه ورسوله، وبحق أئمة المسلمين، وبحق عامته. فذكر خمسة أنواع من الحقوق تتعلق بها النصيحة. وهذا في بيان أنواع النصيحة المتعلقة بالحقوق. والنصيحة باعتبار حقيقتها إما أن ترجع إلى الاعتقاد وإلى الباطن وما في القلب، وإما أن ترجع إلى الظاهر. فهذا تعريف لها باعتبار ما تقوم به من أجزاء البدن، فهي تقوم بالقلب وتقوم بالجوارح، كأن تقوم باللسان أو بغيره. والمعنى السائد عند عامة الناس إذا ما أطلق النصح أنه يراد به النصح باللسان لمن جاء مسترشدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم سف، وإذا استنصحك أن تنصح له. يعني إذا طلب منك النصيحة باللسان أن تنصح له. وهذا هو المعنى السائد المعروف عند عامة الناس. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فقههم لم يرضوا بما هو متعارف بينهم، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
عن هذه الحقيقة الشرعية. قالوا لمن يا رسول الله؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة أشمل مما يتبادر إلى الذهن أنها متعلقة بعمل اللسان أو أنها متعلقة بالنصح والخلق، بل هو أعم من ذلك. فذكر أن هذه النصيحة تكون لله. قلنا لمن يا رسول الله؟ سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على فقهه وعلى أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو أسلوب بليغ، فأجمل البيان وأجمل بيان حقيقة النصيحة وبيان مكانتها من الدين، ثم بعد ذلك فصل، وكان هذا التفصيل على نحو ما سألوا، فكان أبلغ في التأثير وفي اقتناع الناس به لأنه كان بعد سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله، أي النصيحة تكون لله. والنصيحة كما سبق أن ذكرت أنها متعلقة بالباطن وبالظاهر، أما تعلقها بالباطن فهي متعلقة بالقلب، وأما الظاهر فهي متعلقة بأعمال الجوارح. والنصح لله عز وجل المتعلق بالقلب هو باعتقاد القلب أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، هو المتفرد بالخلق الذي لا شريك له في خلقه ولا نظير له ولا ند ولا مثيل ولا شريك ولا ظهير، هو متفرد بالملك. الخلق خلقه والرزق بيده والخير بيده، لا مكره له على فعله، فعال لما يريد، كل شيء هو بإرادته، هو الذي بيده التدبير، فلا مشيئة نافدة في الخلق إلا بعد مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو الملك الذي تفرد بالملك، لا شريك له في ملكه في خلقه، ولا شريك له في تدبيره، ولا ند له ولا نظير، ولا ولد ولا صاحب. هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو النصح لله عز وجل الذي يجب أن يقوم بالقلب وأن يعتقد أن الله عز وجل هو الرب، هو المتفرد بأفعاله. ثم إن هذا النصح متعلق أيضا بالنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، بأن يعتقد العبد أن الله عز وجل يتصنى بأسماء ويتصف بصفات، وأن أسماءه حقيقية، وأن كل اسم من أسمائه هو مستحق له ومستحق لما تضمنه من الصفات، وأنه متصف بالصفات، وأنه لا شبيه له في أسمائه ولا شبيه له في صفاته، وأنه متصف بصفات الكمال المتنزه عن كل نقص من كل وجه، المستحق لصفات الكمال في الأزل، فهو لم يزدد بخلق الخلق عزة ولم يزدد بخلقهم كمالا، وعندما يخلقهم وعندما يفنيهم فإنه لا ينقص من ملكه شيئا. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو المتفرد بصفات الكمال، والخلق ليس لهم شيء من كماله، وإنما يتصفون بصفات تليق بحالهم، وهو متصف بصفات تليق بكماله. كل كمال في المخلوق فهو من رب العالمين، هو الذي خلقه فيه، وهو أولى بهذا الكمال، ليس له شبيه في صفة من صفاته، ولا يمكن أن يكون له ند أو نظير في شيء من كماله. كما يجب أن يعتقد المسلم أنه كما أنه متفرد بالتدبير وبالخلق والرزق وبالملك، وهو متصف بصفات الكمال التي لا شبيه له فيها، فهو كذلك المستحق للعبادة، أن يفرد بالعبادة
وأن تخلص له العبادة وأن لا يشرك معه أحد من خلقه، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتخذ من دونه ندا. فهذا الذي يجب أن يعتقده المسلم وأن يقوم بقلبه من النصح لله عز وجل. ثم إذا تحقق هذا وجب عليه أن يحب الله عز وجل محبة عظيمة لا تدانيها محبة ولا تعارضها محبة ولا تزاحمها محبة، محبة خالصة لله عز وجل لأنه مستحق لها. ولأن بواعث المحبة إنما تكون إما بالنظر إلى الإحسان وإما بالنظر إلى الكمال، وإحسانه فوق كل إحسان وكماله فوق كل كمال. فوجب أن تخلص له المحبة وأن يحب المحبة العظيمة التي لا تزاحمها محبة. والمحبة الشرعية كل محبة شرعية هي محبة في الله، فالخلق يحبون في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحب في الله عز وجل، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي لا تكون إلا لله فهو مشرك. فالأنبياء والرسل والصالحون يحبون في الله ولا يحبون مع الله، أي لا تزاحم محبتهم محبة الله عز وجل، بل هي داخلة تحت محبة الله عز وجل. نحبهم لأنهم أطاعوا الله، نحبهم لأن الله قربهم واصطفاهم، نحبهم لأنهم أخلصوا الدين لله ودعوا إلى الله عز وجل، فهي محبة في الله عز وجل ولا تزاحم محبة الله عز وجل. وكذلك المحبة الطبيعية التي جبل عليها الناس كمحبة الأولاد والنساء والآباء والأمهات هي محبة طبيعية، وقد تكون في الله إذا كان هؤلاء يحبون في الله عز وجل. وأما إذا زاحمت هذه المحبة محبة الله عز وجل فهذا نقص في النصح لله عز وجل، فإن الله عز وجل هو المنعم المتفضل الذي لو استشعر العباد إحسانه عليهم لامتلأت قلوبهم محبة لله عز وجل، لأن الخلق يحسنون يرجون بر هذا الإحسان. وأما رب العالمين فهو يحسن وهو لا يريد جزاء ولا شكورا، وهو غني عن خلقه إلا ما أوجب على خلقه من الشكور الذي هو في الدين، وهو الذي نفعه يرجع إلى الخلق. وأما أنه ينتفع بعبادتهم فهو لا ينتفع بعبادتهم، وإنما هم ينفعون أنفسهم. والقلوب الصالحة هي التي امتلأت بمحبة الله عز وجل. فهذا هو النصح لله عز وجل وما يجب أن يقوم بالقلب. وأما ما يقوم بالجوارح من النصح لله عز وجل فيجب أن يكون هو امتثال لما قام في القلب من الاعتقاد الصحيح ومن المحبة الصحيحة، وهو أن يفرد العبد ربه عز وجل بالعبادة، يخلص العبادة لله عز وجل، فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا نذر ولا صدقة ولا ركوع ولا سجود ولا خشوع إلا لله عز وجل. كذلك يجب أن يخلص العبادات كلها لله عز وجل، وأن يخلص الأقوال في عبادته لله عز وجل، يدعو لله عز وجل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مخلصا لله عز وجل، قوله وفعله كله يجب أن يكون خالصا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم حياته لله، ولادته إلى موته يجب أن تكون لله عز وجل، لأن الله إنما خلقه لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما خلقهم ليعبدوا الله عز وجل. فيجب أن تكون العبادة خالصة لله، ويجب أن تخضع الجوارح بما في القلب من الاعتقاد الصحيح، وأن تمتثل إخلاص العبادة لله عز وجل، كما أن الاعتقاد السليم الذي هو في القلوب السليمة يعرفون أنه لا شريك لله في خلقه، فيجب أن يخلص العبادة لله عز وجل وأن يخلص العبادات لله عز وجل ولا يشرك معه أحدا من خلقه في عبادته. ومن النصح لله عز وجل أن يحب المسلم أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر،
وأن يحب ذو الخلق جميعا أن يطيع الله، لأنه إذا أحب الله يكره أن يعصى الله، وهذا أمر معلوم لكل الناس. فإن من أحب إنسانا فهو يكره أن يذل، وهو يكره أن يعصى، وهو يكره أن ينال منه. فكذلك محبة الله عز وجل من لوازمها أن يحب العبد أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يكره معصية العصاة، وأن يكره كفر الكافرين، وأن يحب أن يؤمن الخلق كلهم، وأن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن لا يبقى في الأرض شرك ولا كفر ولا معصية، وأن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، لأنه مستحق لذلك. يجب على المسلم أن يحب هذا، وهذا يستلزم أن يكره معصية العاصي، وأن يحب إصابتهم وطاعتهم لله عز وجل. وقد قال عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز قال لأبيه: يا أبتي وددت لو غلط بي وبك القدور في ذات الله، يعني أن نلقى أنا وأنت في القدور المغلية بالماء وبالزيت ونتمزق، وأن لا يعصى الله عز وجل. وددت لو غلط بي وبك القدور في ذات الله. فالمؤمن يحب أن يطاع الله عز وجل ولا يعصى، ويكره المعصية لأنها تغضب الله عز وجل. والمؤمن يحب ما أحب الله، ويغضب ويغضب لما أغضب الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب عندما تنتهك محارم الله عز وجل. وهذا هو العبد الذي أخلصه الله عز وجل واصطفاه لنفسه، الذي هو منقاد لله عز وجل، والذي قال فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلا يكاد يتحرك بحركة، ولا يكاد يصدر منه فعل إلا في رضا الله عز وجل. فهذا هو النصح لله عز وجل، أن ينصح لرب العالمين، وأن يحب لله عز وجل ما أحب لعباده، أن يطيعوه وأن يقوموا بعبادته، وأن لا يعصى الله عز وجل، وأن لا يتعرض له، وأن لا ينال بشيء من النقص مما حصل من بعض المنحرفين من أهل الكفر ومن أهل البدع. فهذا هو حقيقة النصح لرب العالمين. والنصح كلمة جامعة لكل ما يجب أن يعتقده المسلم في حق الله عز وجل، ولكل ما يجب أن ينتظره المسلم في حق الله عز وجل. وأما النصح لكتاب الله عز وجل فهو أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى عمل باطن يقوم بالقلب، وإلى عمل ظاهر يقوم بالجوارح. فمن العمل الباطن الذي يقوم بالقلب هو أن يعتقد المسلم أن هذا الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو كتاب رب العالمين، تكلم الله عز وجل به، تكلم بمعانيه وألفاظه، ألفاظه وحروفه من كلام رب العالمين، صوره وآياته من كلام رب العالمين، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، وسمعه جبريل من الله بصوت رب العالمين، وبلغه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم بصوت نفسه، والكلام كلام الله، والصوت صوت جبريل عند تبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بصوت نفسه، والكلام كلام الله، والصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يعتقد أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين، ويجب عليه أن ينزه هذا الكتاب عن العقائد الباطلة من العقائد المنحرفة، كمن يعتقد أن هذا القرآن مخلوق، أو أنه حكاية، أو أنه عبارة، بل يجب أن يعتقد أنه كلام الله على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة. والله عز وجل بيّن في هذا الكتاب كل ما تحتاج إليه هذه الأمة، ففيه تبيان لكل شيء، وفيه الهدى والنور، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو حجة الله على خلقه. يجب أن يعتقد أن الحجة قامت بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما يجب أن يعتقد أن هذا القرآن محفوظ من التغيير والتبديل كما تكفل الله عز وجل بحفظه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
وأنه كتاب الله عز وجل وأنه آية الله التي تبقى إلى أن يشاء الله عز وجل برفعه إليه لم تمتد إليه الأيدي بالتحريف والتبديل، وأن يعتقد أن هذا القرآن سيرفع قبل قيام الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما يجب أن يعتقد المسلم أن هذا القرآن كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل. فالمحفوظ في صدور القراء والحافظين هو كلام الله عز وجل، والمتلو على الألسنة هو كلام الله، والمكتوب في الصدور في السطور هو كلام الله، والمسجل على الأشرطة هو كلام الله، وما سجل عليه من الأشرطة وما جرى على الألسنة وما كان في الصدور، فالصدور مخلوقة والأوراق مخلوقة والأشرطة مخلوقة والمجاد مخلوق، والمكتوب بذلك والمحفوظ والمتلو والمسموع هو كلام رب العالمين. هذا الذي قرره أهل العلم، وهذا الذي يجب أن يعتقده المسلم وأن ينزه عقيدته في كتاب الله عز وجل عن كل عقيدة باطلة لا ترجع إلى هذا الأصل الذي قرره أهل العلم، والذي نرجعه إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما يجب أن يعتقد المسلم أن كل ما جاء في هذا الكتاب أنه حق، وأنه لا يتطرق إليه الباطل، وأنه لا تعارض بين كتاب الله عز وجل ولا تناقض، وأن كل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه من أمور الغيب سوقع كما أخبر رب العالمين، لا شك في ذلك. ومن شك في شيء من هذا فهو كافر بالقرآن وإن زعم أنه مؤمن. هذا ما يجب أن يقوم بالقلب في النصح لكتاب الله عز وجل. وأما ما يقوم بالجوارح فيجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في كتاب الله عز وجل بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه والتصديق بأخباره، وبأن يحكم كتاب الله عز وجل عليه في كل حين، في حال السفر والحضر، وفي حال الخصومة وفي غيرها، وفي حال الحكم وفي حال قبول الحكم. فإن كان حاكم وجب عليه أن يحكم بكتاب الله، وإن كان محكوما عليه وجب أن يرضى بحكم الله، وإن كان شاهدا يجري بشهادته يجب أن يخضع إلى كتاب الله عز وجل. فوجب عليه أن يحكم كتاب الله عز وجل. إذا ما عبد الله حكم كتاب الله في عبادته، وإذا ما عامل الخلق حكم كتاب الله في معاملته، وإذا ما صدر عن شيء صدر عن كتاب رب العالمين. هذا الكتاب الذي إذا انتصله المسلم وعمل به قاده إلى الجنة وأدخله الجنة، وإن خالفه ساقه إلى النار. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا هذا القرآن، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كما يجب على المسلم أن يجتهد في فهم كتاب الله عز وجل، وأن يدرس تفسير القرآن كما يؤمن بلفظه أنه من الله، أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، وأن يفهم الفهم السليم لكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، وأن يبذل الجهد والوسع في دراسة كتاب الله عز وجل، وأن يتفقه في معانيه، وأن ينظر فيما جاء فيه من المواعظ، وأن يستعظ بمواعظه، وأن يستشفي به، وأن يتوصل إلى الله عز وجل بما جاء فيه من أنواع التوسل من أسماء الله وصفاته. هذا من النصح لكتاب الله عز وجل. والأمر الجامع لهذا الأمر هو أن يعتقد المسلم صحة كل ما يجب أن يعتقده المسلم في كتاب الله، وأن يمتثل كل ما يجب عليه أن يمتثله من كتاب الله عز وجل. كما يجب أن يعتقد المسلم أن الله تكلم بغير هذا القرآن، وأن له كتبا أخرى، وأنها كلها جاءت بالحق والهدى، ولكن هذه الكتب حرف بعضها وذهب بعضها ولم يبق إلا القرآن. فالقرآن ناسخ لكل كتاب قبله، هو ناسخ للتوراة، وناسخ للإنجيل، وناسخ للزبور، وناسخ لكل الكتب السابقة، وهو ما أمرت الأمة أن تعبد الله عز وجل وأن تمتثل ما جاء فيه من اليهود والنصارى ومن غيرهم الذين خوطبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما
النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع أيضا إلى عمل باطن وإلى عمل ظاهر. والعمل الباطن ما يقوم في القلب من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن توقيره وتعزيره واعتقاد أنه رسول الله الذي أرسله إلى هذه الأمة وأنه أفضل الخلق وأنه أشرف الخلق وأنه لا إيمان إلا بمحبته، المحبة التي تتقدم على محبة النفس وعلى محبة الوالد والأهل وعلى محبة الناس أجمعين. وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة، وأن الله شرفه بأعظم كتاب أنزل عليه أشرف كتبه، وأن أمته خير الأمم، وأنه أول شافع وأول مشفع، وأنه صاحب الحوض، وأنه أول من تفتح له أبواب الجنة وأول من يدخل الجنة، وهو صاحب الوسيلة وصاحب المقام المحمود. يجب أن يعتقد كل ما دلت عليه النصوص في النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجب عليه أن يعتقد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر ليس له من الأمر شيء، لا يجوز أن يعبد من دون الله ولا يجوز أن يتخذ ندا من دون الله، وأن يعتقد أن كل شرك من الشرك الأكبر والأصغر ومن المعاصي أنها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب عليه أن يعتقد أن من يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بصرف شيء من أنواع العبادة له أنهم أعظم الناس أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فأعظم الخلق أذية للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصرفون أنواع العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم فيدعونه من دون الله ويتقربون إليه بشيء من الذبائح أو النذور، فإنهم أعظم الخلق بعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذية له. فيجب أن يعتقد المسلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأن الله خلقه من أبوين كريمين، وأنه لم يخلق من نور، لا من نور العرش ولا من نور الرب عز وجل، وإنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل من أبوين كريمين، شرفه من نسب شريف، هو من أوسط العرب نسبا وشرفا، يعرفه العرب وتعرفه قريش، وهو صلى الله عليه وسلم شرفه الله عز وجل بالنسب وبالخلق واصطفاه بجمال المظهر وبطيب الرائحة وبحسن الملمس وبحسن الخلق، كل ذلك مما شرفه الله عز وجل به. فيجب أن يعتقد هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى وأنه حي في قبره الحياة البرزخية وليست كالحياة الدنيا. فالحياة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. وأما الحياة التي ثبتت له في قبره ولغيره من الشهداء والصالحين فهو الحياة البرزخية، ليست كالحياة الدنيا وليست لها أحكام الحياة الدنيا. أما الحق الظاهر والنصح الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم هو بأن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدما عنده على قول كل أحد، معظما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما به، إذا صلى امتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وإذا حج امتثل حج النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بأن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وقال من راغب عن سنتي فليس مني، وحذر من التقصير فيها. يجب أن يجتهد المسلم في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبذل وسعه في التفقه في ذلك، وأن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وأن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أثقل خلق الله. فيجب عليه أن يمتثل بعمله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله. فالزيادة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم نقص، والنقص عن هديه نقص وتفريط، وإنما الكمال في لزوم هديه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأما النصح لأئمة المسلمين فهو بأن يعتقد المسلم الاعتقاد الصحيح
في أئمة المسلمين، وأئمة المسلمين ينقسمون إلى قسمين: العلماء الذين هم قدوة الناس في الخير وفي الدين، وهم أئمة الناس في الدين والعلم، وولاة الأمور الذين أسند إليهم تصريف أحوال المسلمين، وهم أئمة الناس في تصريف أمور الدين الدنيا والدين، وهم المرجع إلى الناس إذا ما اختلفوا في المسائل فاجتهادهم يرفع الخلاف. فيجب أن يعتقد في العلماء الاعتقاد الصحيح، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خير الناس هم الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، وأنه يحمل كل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم عدول الأمة وهم شهداء الله على خلقه، فيجب أن يعتقد فيهم أنهم خير الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: علماء أهل السنة هم خير الناس، وشرار الناس هم الجهلة، وشرار أهل البدع علماءهم، وخيارهم عوامهم. فأهل السنة خيارهم علماءهم لأنهم أقرب الناس إلى الدين وأعرفهم بالشرع، فيجب أن يعتقد فيهم المسلم أنهم سفوة الخلق، وأن الله اصطفاهم بالعلم وفضلهم، وأن الله بحكمته لم يودع العلم في قلوبهم ولم يورثهم هذا العلم إلا لما علم من حسن نياته. فيجب أن يحسن الظن به، وأن يحمل كلامهم على أحسن محامله، وأن يعتقد أيضا أنهم غير معصومين، وأنه لا يوجد أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا الصحابة ولا من جاء بعدهم من العلماء، وأنه كل واحد من هؤلاء يؤخذ من قوله ويترك. ويجب أن يعتقد المسلم أن الطاعة الكاملة إنما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما العلماء فهم يطاعون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف أمرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مجتهدين في ذلك فيجب أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجب أن يعتقده في العلماء. وأما المعاملة في الظاهر فيجب عليه أن يعرف بأهل العلم قدرهم، وأن يعاملهم المعاملة الحسنة التي تليق بهم، فإن توقيرهم دليل على سلامة الصدور لهم ودليل على تعظيم الدين، يوقرهم التوقير اللائق به دون غلو ودون تقصير. يجب عليه أن يمتثل توجيههم إذا وجهوا، لأن الله أمره بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب عليه أن يتأدب في مجالسه، وأن يعرف قدرهم، وأن يحسن الظن به، ويجب عليه أن يبتعد عن الوقيعة فيه وعن غيبتهم وعن سوء الظن به، وأن يحمل كلامهم على أحسن المحامل، لأنهم إنما تكلموا مجتهدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف عن أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم في الأمة أنه يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، فإذا أخطأ فلا بد له من عذر. ثم ذكر أعذارا ثلاثة تتفرع عنها عشرة أسباب. هذا سبيل العلماء في معاملة أهل العلم، يعتقدون أنهم لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة ولا يعتقدون عصمتهم، لكن هذا هو الأصل فيه، فإذا خالفوا مخالفة فلا بد لهم من عذر، لا ينبغي أن يسعى الظن به، ولا ينبغي أن يطعن فيه، ولا ينبغي أن يتهموا بالتزلف كفعل المخذولين الذين إذا ما أفتاهم العلماء قالوا: هؤلاء يتزلفون، وهؤلاء إنما أرادوا الدنيا، وهؤلاء إنما يتقربون للسلطان. يجب علينا كما أننا نرجع إلى العلماء في كل المسائل، ونرجع إليهم في مسائل الصلاة وفي مسائل الطهارة وفي مسائل الزكاة والحج، أن نرجع إليهم في الأمور العظيمة التي تعصف بالأمة. لماذا نقبل كلامهم في المسائل في مسائل العبادات، وإذا جاءت النوازل العظيمة أعرض الناس عنهم وأخذوا بقول كل ناعق وأساءوا الظن بالعلماء؟ يجب على الناس أن يتبعوا العلماء، هذا هو فرضه، وإذا أخطأ العالم فإن خطأه على نفسه لم يضرك، وأنت إذا سألت من تعتقد أنه أعلم الناس بدين الله عز وجل فقد أديت ما أوجب الله عليك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما طلاب العلم فيجب عليهم أن يبحثوا عن الحق وأن يجتهدوا في تقريره، وإذا ما عرفوا لأحد أهل العلم خطأ أن ينصحوا لهذا العالم، والنصح للعالم بأن ينبه على خطأه
وما زال العلماء يقولون رحم الله عبدا وجد خطأ فأصلحه أو نبه الناس عليه. ومن انتكاس الفطر أن يظن أن التنبيه على أخطاء العلماء من الوقيعة فيه، فالتنبيه على أخطاء العلماء هو من النصح لهم، وكل عالم إذا أخطأ يتمنى من يأتي بعده ويصلح خطأه، ولكن ينبغي أن يكون إصلاح الخطأ على منهج صحيح يتأدب مع العالم، وتختار العبارة المناسبة في التنبيه على خطأه دون تجريح، وهذا هو سبيل العلماء. وما زال العلماء يقولون إذا ما وقفوا على خطأ على عالم يقولون هذه المسألة مشكلة، والذي يظهر لنا أن الحق كذا، وبعضهم يقول غفر الله لفلان، الذي يظهر لنا أن الحق كذا وهو معذور فيما ذهب إليه، وهكذا ما زال أهل العلم يختارون العبارات المناسبة التي لا تؤدي إلى تنقص العلماء ولا تذهب بهيبتهم من النفوس، وينبهون على الخطأ بعبارة مناسبة تتناسب مع مقامهم. كما أنه يجب أن يعتقد أيضا أن هؤلاء العلماء إذا أخطأوا أن خطأهم مغفور عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ويجب على أهل السنة أن يعتقدوا أن علماء أهل السنة إذا ما أخطأوا في مسألة بتأويل سائغ أنهم لا يخرجون بذلك من السنة، وقد أخطأ أئمة كبار فلم يخرجهم أئمة أهل السنة، أئمة العلم والفقه والورع لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة بأخطائهم. وما زال العلماء يقولون هذا أخطأ العالم الفلاني ولا يخرجونه من السنة، وما زالوا يقولون مرجئة أهل السنة لمن أخطأ ووافق المرجئة في بعض أقواله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أخطأ كثير من الأئمة في بعض المسائل الجزئية ولم يخرجوا بذلك من السنة، قال ولو حصل ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. فيجب على طلاب العلم أن يعتقدوا وأن يعلموا أن الغير على دين الله وعلى السنة ليست بالمسارعة إلى التكفير والتبديع، وإنما الغير على دين الله بأن يجتهد طلاب العلم في بيان الحق، وأن يبينوا للناس السنة، وأن يزيلوا عن الناس الشبه، وأن يرفقوا بالمخالفين، كما قال شيخ الإسلام في وصف أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أما حقوق ولاة الأمر الذين يقومون بسياسة الناس في أمور الدين والدنيا، فيجب على المسلم أن يعتقد إمامته وأنه في عنقه بيعة لهذا الإمام، وأن طاعته عليه واجبة بأمر الله ورسوله بذلك، وأنه لا يجوز لمسلم أن يخرج عليه، ولا يجوز له أن ينازعه في أمر من الأمور، وأنهم إن خالفوا في شيء من أمر الدين فإنه لا طاعة له في معصية الله، وأن هذا لا يوجب الخروج عليه، وإنما يستلزم النصح لهم وبيان الحق لهم وسلامة الصدور لهم والدعاء لهم بالسلامة والعافية، وأن يعينهم الله عز وجل على ما أسند إليهم من هذه الأمور العظيمة. فيجب على المسلمين أن تكون صدورهم سليمة بأئمتهم، وأن لا يحسدوهم على شيء من خير الدنيا والدين، وأن يعتقدوا أن ما هم فيه أمر عظيم، وأن إمامة المسلمين أنها تكليف عظيم وأنه أمر عظيم كان الأئمة يعتبرون عنه وكانوا يفرون منه. ومن رحمة الله عز وجل بالأمة أن جعل فيها من يتولى هذا الأمر، وإلا لو نظر الناس إلى هذا الأمر العظيم وإلى ما يترتب عليه من أمور عظيمة في الدين والدنيا لما قبل هذا أحد، لكن الله عز وجل بحكمته هيأ لهذا الأمر رجالا وأعانهم عليه وسددهم ووفقهم. فينبغي للعامة ولمن كانوا تحت ولايتهم أن يحسنوا الظن بهم وأن يحملوا كلامهم على أحسن المحامل، وأن تكون صدورهم سليمة، وأن يدعوا لهم في السر والعلانية، وأن يخلصوا النصح لهم، كما يجب عليهم في الظاهر أن يأتمروا بأمرهم وأن ينتهوا بما نهوا عنه، وأن يطيعوهم في كل ما أمروا به ما لم تكن معصية لله عز وجل، ويدخل في هذا الأمور المباحة التي هي ليست بمعصية. فما سنه ولاة الأمر وما وجه الأمة إليه يجب على الأمة أن تطيعهم في ذلك ما لم تكن معصية أو يكن حراما. كما أنه وجب من الحقوق الظاهرة أيضا لهم إذا ما صدرت منهم مخالفة أن يسعى أهل العلم
وأهل الفقه وأهل الحكمة في مناصحة هؤلاء، وأن يناصحهم بالكتابة وأثناء المقابلة، وأن يبينوا ما هم فيه من خطأ، وأن يبينوا لهم الأدلة، وإذا كان الأمر يتعلق بشبهة أزيلت عنه، وأن يحيطوهم، وأن لا يترك الأمر لأهل البدع وأهل الشر يحيطوا بهؤلاء، فإن هذا من واجب العلماء. ويجب على العامة أن يرجعوا إلى أهل العلم، وأن لا يتجرع على النفس من هو مقصر في هذا، ممن ينقص علمه، أو ممن لا يحسن الخطاب، فإن مخاطبة الملوك والأمراء لا يحسنها كل أحد. وقد ألف بعض العلماء كتبا في هذا، كما حصل من الطرطوسي الذي ألف كتاب سراج الملوك في بيان معاملة الملوك، فمعاملة الملوك ليست كغيره، ومعاملة الأمراء ليست كغيره، ومخاطبتهم ليست كمخاطبة غيره، وهذا إنما يحسنه أهل العلم وأهل الفقه وأهل النص والإخلاص. فإذا قاموا بهذا الواجب جعل الله عز وجل في قلوب الحكام لهم مهابة يهابونهم ويوقعونهم ويعظمونهم ويقبلون النصح منهم، وهذا ما حصل في سلف الأمة عندما حصل هذا الأمر، وما حصل في هذه الدولة المباركة التي قامت على السنة وعلى الدعوة السلفية. لما قامت على السنة وقام العلماء بواجب النصح جعل الله الود والاحترام والتوقير بين العلماء والحكام، في حين أنه لما تخلت بعض الدول وبعض العلماء في أمصار أخرى عن هذا الأمر ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، فأصبح بعضهم يلعن بعضا، وليس هذا بأمر مستغرب لمن ترك حكم الله وكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو من رزقه الله عز وجل الإقامة في هذه البلاد، ومن رزقه اتباع السنة، أن يسعى في الإبقاء على هذا الخير، وأن لا يفرق جمع المسلمين، وأن يدعو لحكام هذه البلاد ولغيرهم من الحكام بالخير وما فيه صلاحهم، وأن يسعى في مناصحة حكام المسلمين في كل بلد، وأن يسعى في العامة بأن يجمع قلوبهم على الحكام، وبأن يدعوهم إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يحذرهم من الفتن والخروج التي يدعو إليها دعاة الشر والفتنة. فما عرف عالم ناصح يوجه الناس إلى الخروج، وما عرف مبتدع إلا وهو منحرف عن هذا الباب. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف والخروج على الحكام. فيجب على الأمة السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، وأن يناصحوهم، وأن ينتظروا أوامرهم، وأن يدعو الناس إلى الالتفات حولهم وإلى ما كل في وإلى كل ما فيه الخير لمصلحة الإسلام والمسلمين. وأما النصح لعامة المسلمين فهو بسلامة الصدور للمسلمين، بأن يكون صدر المسلم سليما لإخوانه، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، يحب لهم الطاعة كما يحب لنفسه الطاعة، يحب لهم السنة كما يحب لنفسه السنة، يحب لهم من مصالح الدنيا كما يحب لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الضابط في هذا، قال أن يحب المسلم ما أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض أهل العلم من أحب للمسلمين أن يكونوا على ما هو عليه فقد غش المسلمين، لأنه يعلم من نفسه التقصير، وإنما الواجب هو أن يحب لهم ما يحب لنفسه، لأن المسلم يعلم من نفسه التقصير. فإذا كنت تحب أن يكون كل المسلمين على ما كنت عليه من التقصير في العلم والعمل فقد غششت المسلمين، وإنما تحب لهم ولا تحب أن يكونوا على ما أنت عليه. ولهذا إذا كنت تحب أن تكون من أعلم الناس فيجب عليك أن تحب المسلمين هذا، وإذا كنت تحب لنفسك أن تكون أعبد الناس فيجب أن تحب المسلمين هذا، وأن تحب أن يقبل النص منهم كما تحب أن يقبل منك، وأن تحب لهم الرجوع على الخطأ، وأن تحب لهم السلامة والإصابة، وأن لا تفرح بخطائهم وإن كنت ترد عليهم، وإنما تفرح بإصابته وتفرح برجوعه، وهذا من سلامة الصدر للمسلمين. كما أن العمل الظاهر في معاملة المسلمين هو بحسن الخلق، فإن مقياس العمل الباطن هو سلامة الصدر، ومقياس العمل الظاهر هو حسن الخلق. وقد فسره العلماء بالصبر والتحمل والبشاشة والنصح للمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في مصالحهم، وبأن
يقدم لهم كل ما يستطيع من الإعانة، يشفع لهم، يعينهم على الخير، يبذل النصح في توجيههم، يكون معينا لهم في كل ما فيه الخير لهم، يكون جازرا لهم عن المعاصي، ينصرهم إن كانوا ظالمين أو مظلومين، إن كانوا ظلمه منعهم من الظلم، وإن كانوا مظلومين أعانهم وأعاد إليهم حقوقهم، وأن يجتهد في هذا الأمر. هذا ما تيسر التنبيه عليه من معنى النص وما يتعلق به من أحكام وما يتعلق به من هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة لا يمكن أن يأتي متكلم على بيان حدها وامتثال ما يجب أن يعتقده المسلم وما تدل عليه، ولكن بأن يعلم أن كل ما أوجبه الله عز وجل وما دعا الله عز وجل إليه في كتابه وما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الرب والخلق فيجب على المسلم أن يعتقده وأن يمتثله في نصحه لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله أعلم.